الاسعار عندك بتبدا من كام؟ انا عندي من 5 4 و 5 لغايه 15 و 20. اللي انت ايه بتبيع ايه بالظبط؟ الاسوس وكابر وسوريا وعناب وخروب ودوم ومانجا وفراوله وبرتقال ونصفي ونصفي باللبن وبلح باللبن. كل ده شغال عندك؟ طيب ايه اكتر مشروب شغال عندك باستمرار؟ زي مثلا الدوم، الناس بتحبوا الدوم لانها مفيده ليه للضغط وكده. السوري برضه بتبقى جميله، الناس بتحب تشربها ساعه الفطار. طب ال التمرين دي برضه بالنسبه اللي هو يعني سنه عشان في بلح كده، هو سنه بيفطروا بيه البلح باللبن، هو سنه يعني الاقبال اخباره ايه؟ بس عشان اول اسبوعين تبقى مش مسافره كده يعني، لسه بدري بس الدنيا ماشيه يعني الحمد لله. طب هل الحاجات دي بتضاف لها الوان صناعيه ولا كلها مواد طبيعيه؟ كل طبيعي. انت بتبدا شغل من الساعه كام؟ ببدا شغل من الساعه 10 الصبح لغايه المغرب. اخرك المغرب؟ شكرا. تبدا شغل من الساعه كام؟ انا بشتغل من الصبح لغايه الفطار المغرب. انت بتبيع كابلو سوريا وعيسوس؟ بس السنه دي الدنيا مش عارف خالص. طيب الاسعار عندك بتبدا من كام؟ من كيس مثلا بيبدا ب 3 والكيس اللي زي دي ب 10 بس عشان ما تاخد في زمان اعرفها وكده ببيعها ب 8 و 7 و 9 والكيس نفس الكلام ب 2 جنيه و 3 جنيه والسلوك بيبقى مش عاجبه، هو داخل عليها اقول له الكيس ب 3 مش عاجبه، باين عليها كل الكيس ببلاش. نسبة الإقبال إيه؟ نسبة الإقبال إيه؟ حاجة؟ الناس جاية كتير ولا قليلة؟ مش كتير قوي يعني، بس كل سنة ما شاء الله الناس بتيجي، كنا بنصف كتير بس السنة دي الدنيا مريحة خالص، مش كل سنة. كل سنة كنا بنعمل 3 4 3 إن شاء الله يعني، السنة دي مفيش. كل سنة طيب.